الصبر أكيد في حياتك في مؤثرين وهما ممكن يكونوا كتير، لكن في رقم واحد فيهم، مين رقم واحد وليه؟ أمي رقم واحد في المؤثرين فيا. بحكم بحكم الأمومة والقرب والمحبة، وأبويا بعد كده أثر في شخصيتي وتعاملي مع الناس، خالي إبراهيم عرفني على الدنيا والغنى والضحك والحاجات دي وإزاي شغل الشقاوة، أبلة أنطوانيت في المدرسة، أستاذ عبد العزيز الحطاوي في المدرسة، أستاذ مصطفى باشا في المدرسة الثانوي، ودكتور لطفي عبد الوهاب يحيى في الجامعة في اسكندرية، دكتور صلاح الراوي في الأكاديمية، وعم إسماعيل عبد الحافظ، و دول الناس اللي كانوا لهم أثر مباشر في 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 تكوين يعني. وأكيد مروان، مروان وصبا دول اللي هم اللي رب... دول اللي ربوني، تانيين دول علموني لكن دول اللي ربوني. أستاذ صبري، أنا عايز أدندن معاك، أسمع صوتك وإحنا بنقفل، واختار شوف أنت عايز تدندن بإيه وبتقفل بإيه. خليني أقول لكم، أنا مش عايز أقفل الحوار مع الأستاذ الكبير والنجم والحبيب وصديق وحبيب الكل، مش حبيب سامي بس، كل الناس بتحبه، الأستاذ صبري فواز، اللي سمح لي إن أنا آخد من وقت كتير. أنا بقالي فترة طويلة معاه، فأنا بعتذر له طبعا. لا العفو، شرفتني والله. أنا مبسوط إن أنا قابلت أستاذنا وأستاذي وحبيبي الأستاذ صبري فواز، بجد أنا سعيد جدا 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 بهذا اللقاء. شرف لي. وهسيبك تقفل اللقاء بدندنة زي ما أنت عايز. دندنة وأنا صوتي كده مش جاهز. صوتك حلو، صوتك قمر. الناس ما ذنبهاش حاجة يا عم لا سامي. والله لا يسمعوا. الناس ما لهاش ذنب يعني. لو يلا بينا تعالوا، لو حابب حاجة الوردة، لو حاجة البليغ رشدي، حاجة لي أنا، حاجة لك أنت. يلا بينا. لما بصلحك وانت ظالمني، مش قوة منك ده حب مني، ده أنا اللي شلت السما في ضلوعي وغزلت طرح البنات قلوعي، والفجر طوعي والبدر طوعي، وانا اللي بتوضى من دموعي، ودان لكل البشر تغني. الله 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 على الجمال. الله يسعدك. الله على الجمال. الله يسعدك. تسلم يا حبيبي. تسلم. تسلم يا حبيبي. تسلم. شكر جدا. شكرا.